يا مطلق الطرف المعذب بالأولى جردن عن حسن وعن إحسان لا تسبينك صورة من تحتها الداء الدفين تبوء بالخسران قبحت خلائقها وقبح فعلها شيطانة في صورة الإنسان تنقاد للأنذال والأنذال هم أكفاؤها من دون ذي الإحسان ما ثم من دين ولا عقل ولا خلق ولا خوف من الرحمن وجمالها زور ومصنوع فإن تركته لم تطمح لها العينان طبعت على ترك الحفاظ فما لها بوفاء حق الزوج قط يدان إن قصر الساعي عليها ساعة قالت وهل أوليت من إحسان أو رام تقويما لها استعصت ولم تقبل سوى التعويج والنقصان أفكارها في المكر والكيد الذي قد حار فيه فكرة الإنسان فجمالها قشر رقيق تحته ما شئت من عيب ومن نقصان نقد رديء فوقه من فضة شيء يظن به من الأثمان فالناقدون يرون ماذا تحته والناس أكثرهم من العميان أما جميلات الوجوه فخائنات بعولهن وهن للأخدان والحافظات الغيب منهن التي قد أصبحت فردا من النسوان يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان لو كنت تدري من خطبت ومن طلبت بذلت ما تحوي من الأثمان أو كنت تدري أين مسكنها جعلت السعي منك لها على الأجفان ولقد وصفت طريق مسكنها فإن رمت الوصال فلا تكن بالواني أسرع وحث السير جهدك إنما مسراك هذا ساعة لزمان فاعشق وحدث بالوصال النفس وابذل مهرها ما دمت ذا إمكان واجعل صيامك قبل لقياها ويوم الوصل يوم الفطر من رمضان واجعل نعوت جمالها الحادي وسر تلقى المخاوف وهي ذات أمان لا يلهينك منزل لعبت به أيدي البلا من سالف الأزمان فلقد ترحل عنه كل مسرة وتبدلت بالهم والأحزان سجن يضيق بصاحب الإيمان لكن جنة المأوى لذي الكفران سكانها أهل الجهالة والبطالة والسفاهة أنجس السكان وألذهم عيشا فأجهلهم بحق الله ثم حقائق القرآن عمرت بهم هذه الديار وأقثرت منهم ربوع العلم والإيمان قد آثروا الدنيا ولذة عيشها الفاني على الجنات والرضوان صحبوا الأماني وابتلوا بحظوظهم ورضوا بكل مذلة وهوان كدحا وكدا لا يفتر عنهم ما فيه من غم ومن أحزان والله لو شاهدت هاتيك الصدور رأيتها كمراجل النيران ووقودها الشهوات والحسرات والآلام لا تخبو مدى الأزمان أبدانهم أجداث هاتيك النفوس اللائي قد قبرت مع الأبدان أرواحهم في وحشة وجسومهم في كدحها لا في رضا الرحمن أربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان لا ترضى ما اختاروه لنفوسهم فقد ارتضوا بالذل والحرمان لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسق منها الرب ذا الكفران لكنها والله أحقر عنده من ذي الجناح
قاصر الطيران. ولقد تولت بعد عن أصحابها فالسعد منها حل بالدبران. لا يرتجى منها الوفاء لصبها، أين الوفاء من غادر خوان. طبعت على كذل فكيف ينالها صفو، أهذا قط في الإمكان. يا عاشق الدنيا تأهب للذي قد ناله العشاق كل زمان. أوما سمعت وما رأيت مصارع العشاق من شيب.